أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن الدستور المنتظر للإفراج عنه سيعزز الديمقراطية لأن الجزائر اختارت أن تكون دولة القانون. في ميكروفون محمد بومتو. الدستور اللي رانا ننتظروا فيه المفيد منه هو بصفة ثابتة هي تعزيز الديمقراطية. تعزيز الديمقراطية بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة هنا حان الوقت وين الجزائر اختارت أولا دولة قانون، ثانيا بلاد الديمقراطية بمعنى الكلمة. وعن ظاهرة اختطاف الأطفال اعتبر فاروق قسنطيني أن الجزائر بإمكانها توقيف اتفاقية 93 والعودة إلى تطبيق حكم الإعدام ولو بصفة مؤقتة. إذا اقتضر نقدروا نوقفوا الاتفاقية تاع 93 ونرجعوا لعقوبة الإعدام ولو بصفة مؤقتة باش ربما نتخلصوا من هذا الظاهرة نتاع اختطاف الأطفال. لكن من بعد يلزم نرجعوا لإلغاء عقوبة الإعدام، خاطرش في ظني أنا عقوبة الإعدام فات وقتها وما هيش عقوبة مثالية. لو كان عقوبة مثالية لو كان لها الجرائم انتهت في السعودية.